أهلا بكم مشاهدينا الكرام، دائما معنا في هذه الإطلالة الإخبارية اليومية النيل مباشر، لقاء يومي نحاول من خلاله أن نتابع معكم بعضا من أهم الأحداث. حلقة اليوم حافلة بأكثر من ملف وأكثر من قضية نتابعها انطلاقا من تفاعلات الأحداث وتطورها خلال الساعات القليلة الماضية. نبدأ كالمعتاد بأبرز ما لدينا من عناوين. السيسي يصل إلى السعودية للمشاركة في الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الشأن المصري حاضر أيضا بقوة في هذه الحلقة ولدينا أكثر من ملف. فخلال تفقده عددا من المشروعات بمحافظة الجيزة، رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة بالمنطقة الاستثمارية في منطقة الصف. وأيضا نناقش انطلاق أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع. أهلا بكم مجددا، ونتحول من العناوين إلى التفاصيل ونبدأ بالحدث الأبرز، القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والتي تعقد بمدينة جدة. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف العربي لصالح الشعوب العربية كافة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن للمشاركة في فعاليات القمة العربية 32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ولدى وصول سيادته للمملكة العربية السعودية كان في استقبال سيادته الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأعضاء السفارة المصرية وكبار رجال الدولة السعوديين. وتسعى القمة العربية 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي. وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. نحاول معكم على مدار الساعة متابعة هذا الحدث المهم من خلال شبكة من مراسلين يتواجدون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة تفاصيل هذه القمة المهمة.
لذلك دعونا نذهب مباشرة إلى أحد أعضاء هذا الفريق، فريق قناة النيل الأخبار المتواجد هناك، الزميل علاء رشوان. أهلا بك بداية علاء، وأبدأ معك بشكل شامل وكامل، كيف تقيم هذه القمة، أهمية هذه القمة العربية التي تعقد بجدة؟ تحياتي إليك زميلي أحمد. ربما يمكن عنونت هذه القمة تحت العنوان الأبرز الذي اختارته المملكة العربية السعودية، وهي الدولة المضيف لفعاليات القمة 32 في دورتها العادية، وهي قمة العودة. أولا عودة سوريا إلى مقعدها الذي ظل شاغرا لمدة 11 عاما بحضور ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، لتكتمل عضوية سوريا عضوية كاملة للمشاركة في كل فعاليات الجامعه العربيه، بدايه من القمه العربيه الدوريه وانتهاء بالمجالس الاقتصاديه والاجتماعيه ومجلس وزراء الخارجيه العرب. ايضا العوده الى موحد ازاء التحديات الاقليميه والعربيه الراهنه الغير مسبوقه. نتحدث عن عدد كبير من الازمات التي تشهدها المنطقه العربيه بشكل عام، اخر هذه الازمات هي الازمه في السودان على خلفيه الاشتباكات والنزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع، والجهود العربيه للمنه شمل الاشقاء السودانيين من خلال قرار جامعه الدول العربيه على مستوى مجلس وزراء الخارجيه الاخير بتشكيل لجنه اتصال تشكل من مصر والمملكه العربيه السعوديه والامين العام لجامعه الدول العربيه لحلحله هذه الازمه واستثمار الزخم الذي لعبت به دول محوريه واقليميه التوصل الى تسويه هذه الازمه، تسويه سياسيه تضمن مقدرات الشعب السوداني. ايضا نتحدث عن القضيه المركزيه للعرب، القضيه الفلسطينيه، في ضوء التداعيات الاخيره لهذه القضيه بالاشتباكات وايضا الاعتداءات المتكرره لقوات الاحتلال الاسرائيلي على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه للاشقاء الفلسطينيين، بالاضافه ايضا الى تحديات وازمات اخرى. نتحدث عن الازمه في كل من ليبيا، في اليمن، الفراغ السياسي والاقتصادي في لبنان، بالاضافه الى ايضا التعاطي والتفاعل مع عدد كبير اخر من الازمات الاقليميه والدوليه. نتحدث هنا عن الازمه الروسيه الاوكرانيه وتبعاتها على المنطقه العربيه، سواء على الصعيد السياسي او على الصعيد الاقتصادي او على صعيد امن الغذاء والطاقه. نتحدث ايضا عن تحديات مناخيه، يجرى التنسيق بين الاطراف العربيه لبلوره موقف عربي موحد ازاء التحديات المناخيه فيما يتعلق بالاستراتيجيه العربيه للتعاطي والتفاعل مع هذه التحديات، خاصه وان الدول العربيه وايضا الدول الافريقيه كان لها تبعات او تاثرت بتبعات كبيره من تفاعلات هذه التحديات المناخيه تحديدا. وهناك خطه عربيه للمطالبه بصندوق للتعويضات والخسائر، لان الاطراف العربيه هي الاطراف الاكثر تاثرا بالتحديات المناخيه والاطراف الاقل مساهمه في هذه التاثيرات. هناك ايضا عدد اخر من الملفات التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربيه، وايضا ملفات اخرى تتعلق بالشباب والمراه وايضا الحوكمه وغيرها من هذه الملفات التي تتصل اتصالا مباشرا بتحديات التنميه المستدامه في عدد كبير من الدول العربيه. بطبيعه الاحوال المشاركه المصريه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس وفد رفيع المستوى للمشاركه في هذه الفعاليات. من المنتظر ان يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه النصر لدى افتتاح فعاليات القمه ظهر غد الجمعه، كلمه تحدث خلالها او تحدث عنها الينا المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي، وذكر لقناه النيل الاخبار عدد من محاور هذه الكلمه التي سوف تدور حول مقاربة مصرية لنمنمة الشمل العربي وصياغة خارطة طريق عربية واحدة للتعاطي والتفاعل مع كل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو حتى على الصعيد التنموي، والتفاعل أيضا والتعاطي مع التحديات الدولية والإقليمية التي تحدثنا عنها وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الغذاء والطاقة، وتبلور موقف عربي حيال كل هذه التحديات سواء الإقليمية أو الدولية. نعم أحمد، أشكرك شكرا جزيلا الزميل علاء رشوان، متابعا لفعاليات القمة العربية في جدة.
هذا وتناقش القمة العربية بمدينة جدة في دورتها العادية 32 برئاسة المملكة العربية السعودية ملفات عدة من أبرزها الأزمات في السودان وليبيا واليمن في ظل تطلعات عربية كبيرة لإحداث انفراج في هذه الأزمات. بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق غدا القمة العربية بمدينة جدة السعودية في دورتها العادية 32 برئاسة المملكة العربية السعودية التي تتسلم شارد القيادة لهذه الدورة من الجزائر وسط تطلعات عربية كبيرة. القمة تهدف إلى تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية إن العالم العربي يمر حاليا بتحديات تحتم الوقوف صفا واحدا. نقوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرفاه. ملفات المنطقة تناقش على طاولة القمة العربية ومن أبرزها الأزمات بالسودان وليبيا واليمن، وتعقد القمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاهية لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية. قمة جدة تجمع الشمل العربي على أسس جديدة نابعة من التطورات والجهود التي سبقتها وما أسفرت عنه من متغيرات إيجابية غير مسبوقة على الساحة العربية مع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية 32 بمدينة جدة يوم الجمعة 19 مايو 2023، وتعتبر الثانية التي تجمع القادة العرب خلال 6 أشهر فقط بعد قمة الجزائر التي عقدت يومي 1 و2 من نوفمبر 2022. قمة جدة هي القمة الخامسة التي تستضيفها السعودية بعد قمة الرياض الطارئة في 16 من أكتوبر عام 1976 لبحث أزمة لبنان، وقمة الرياض في 28 و29 من مارس 2007، وقمة الظهران في 15 من إبريل 2018، وقمة مكة الطارئة في 30 من مايو 2019 لبحث التدخل الإيراني في شؤون المنطقة. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد أن قمة جدة تشهد أكبر حضور للقادة العرب، متوقعا أن يكون لها تأثير وبصمة على الوضع العربي بصفة عامة. الحدث الأبرز في قمة جدة سيكون عودة سوريا ومشاركتها للمرة الأولى بعد تعليق أنشطتها لمدة دامت أكثر من 12 عاما، وتحديدا منذ اندلاع النزاع السوري في 2011، حيث ظل المقعد السوري خاليا خلال القمم العربية التي عقدت طيلة هذه الفترة. السعودية وجهت دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة بعد إعلان الرياض ودمشق استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية بعد توقف استمر 11 عاما، وتحديدا منذ فبراير 2012 عندما قامت السعودية بإغلاق سفارتها في دمشق وطرد السفير السوري. الدعوة السعودية لبشار هي الأولى التي يتلقاها منذ 13 عاما، حيث كانت قمة سيرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد. وقد جاءت الدعوة بعد 3 أيام من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها. القضية السورية من بين الموضوعات التي يتم بحثها خلال قمة جدة، حيث يتطلع الزعماء العرب إلى أداء دور في التوصل لتسوية سياسية للنزاع الممتد منذ أكثر من عقد بعدما فشلت جولات مفاوضات قادتها الأمم المتحدة في إحراز تقدم ملموس.
القضية الفلسطينية دائما تكون على رأس أجندة القمة العربية باعتبارها قضية العرب المركزية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى ومخططات إسرائيل لتوسيع الاستيطان ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية. أما القضية الجديدة التي تناقشها قمة جدة فهي النزاع العسكري في السودان والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما تناقش القمة الملف اليمني والأزمة الليبية والفراغ السياسي وأزمة الاقتصاد في لبنان. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفتي الكريمة التي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذة نرمين. أهلا بحضرتك يا فندم. قبل الدخول في القضايا والملفات المدرجة على أجندة القمة العربية، واحدا من الملاحظات على الهامش ربما التفت إليها السيد أحمد أبو الغيط وهو ملاحظته لتوقعه حضور أكبر عدد ممكن من القادة والرؤساء هذه القمة، قمة جدة. هل من دلالات ما يمكن أن نفهمها من هذه الملاحظة أو هذا الأمر؟ أعتقد أنه يعني السياقات الضاغطة التي تنعقد فيها القمة العربية في جدة ربما تكون المحرك الأساسي لحضور أكبر عدد من القادة لوقائع عمل هذه القمة. يعني السياقات السياسية يعني تأتي القمة بعد مرور أيام على الذكرى 75 لنكبة فلسطين، بعد التوصل لوقف إطلاق نار بجهود يعني مصرية استمرت على مدار 5 أيام وعملية عسكرية على غزة، إضافة طبعا للاشتباكات في باحات المسجد الأقصى والتوسع في الاستيطان في الضفة الغربية. أيضا على الصعيد السياسي هناك الأزمة السودانية التي بدأت في 15 أبريل الماضي وهي مستمرة حتى الآن، ومع وجود انسداد في أفق يعني الحل السياسي في السودان، أعتقد أيضا أن حضور القادة يعني مجتمعين للتباحث حول هذه الأزمة هو ضروري. صحيح أن هناك لدينا إعلان المبادئ في جدة وإعلان النوايا في جدة، لدينا تحرك مصري يعني على مستوى عالي في دول الجوار الأفريقي للسودان في تشاد وجنوب السودان، ولكن أعتقد أن يعني القمة العربية وبحضور القادة ربما تخرج بآلية تدفع بإعلان المبادئ في جدة إلى الأمام أو تتعاون مع دول الجوار الأفريقي لوضع حل سياسي للأزمة السودانية. على صعيد آخر يعني عودة سوريا إلى الجامعة العربية يعني هي خطوة لإنهاء العزلة الإقليمية والدولية التي تعاني منها دمشق على مدار 12 عاما حتى الآن، ولكن لا زال أمامنا الكثير من العمل لإعادة دمج دمشق بشكل كامل في المحيط العربي، وأعتقد أيضا أن هذا سيكون يعني دافعا لحضور عدد كبير من القادة لبحث كيفية التعامل مع دمشق في الفترة المقبلة، خصوصا مع يعني التأكيد على سياسة أو استراتيجية خطوة مقابل خطوة. لا زال أمام دمشق الكثير من الحكومة السورية يعني العمل عليه على صعيد الحل السياسي. القمة ربما ستبحث مسألة الوجود الأجنبي على الأراضي السورية، مسألة عودة اللاجئين عن طريق توفير المناخ الآمن لهم، وبالطبع مسألة إعادة إعمار سوريا وتوفير مناخ آمن للاستثمار العربي فيما بعد. على الناحية الاقتصادية أعتقد أيضا أن الحضور اللافت في هذه القمة يركز بشكل كبير على مسألة الأمن الغذائي لدول المنطقة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية والأوكرانية للعام الثاني على التوالي ويعني الضرر الذي تسببت فيه لدول عربية ودول شمال أفريقية على مستوى الأمن الغذائي، وطبعا الحرب أو العملية العسكرية في السودان الآن بين الدعم السريع والجيش السوداني ستؤثر بشكل كبير على الشعب السوداني الذي يعني أشارت مؤسسات دولية إلى أن ثلث الشعب تقريبا يعاني من أزمة على صعيد الغذاء. وطبعا تفعيل الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية والتعاون الاقتصادي ينأى بهذه الشراكات بعيدا عن التباين ربما أو التناقضات التي تشوب المصالح السياسية، وهو تأكيد على أن يعني الدول العربية والقادة العرب الذين سيجتمعون غدا في جدة يقرؤون الوضع قراءة واعية ويعرفون أن تعريب الحلول في هذه المرحلة ربما هو
السبيل الوحيد لفرض المعادلة العربية على الصعيد الإقليمي والدولي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة الأستاذة نرمين سعيد الباحثة في المركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجية. نبقى أيضا مع القمة العربية 32 في جدة، وأرحب بدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أيضا. أهلا بك دكتور هاني. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي للسادة المتابعين. إذا ما بدأنا بقضية عودة سوريا إلى الجامعة العربية وحضور الرئيس السوري هذه القمة بعد غياب دام لسنوات مضت، كيف ترى المسألة بأكملها، قضية عودة سوريا بتفاصيلها والأمور التي واكبتها؟ الهدف المعلن هو لم الشمل العربي ووحدة الصف العربي، لكن عودة سوريا على هذا النحو كيف تقيمها؟ هل بالفعل ستدعم وحدة الصف العربي أم أنه ربما يعني يواكبها بعض الأزمات والمشكلات، خاصة كما تعلم ويعلم الجميع أنه الرؤى العربية متباينة حول حقيقة ما يجري في سوريا؟ القمة العربية في جدة غدا هي قمة استثنائية نظرا لطبيعة المحددات والمتغيرات الإقليمية والدولة المحيطة بها، وطرح عديد من القضايا العربية اللي بتحظى باهتمام كبير وتحدي وتهديد للأمن القومي العربي، ومنها الأزمة في السودان وعودة سوريا مرة أخرى وترتيبات الداخل السوري. يعني خلينا نركز في الإجابة على سؤال حضرتك فيما يتعلق بسوريا. أنا شايف أن عودة سوريا هي عودة للمربع الأساسي وللحضن العربي كجزء أصيل من مشروع القومي العربي، وسوريا مكون أساسي ومهم فيما يتعلق بالدول العربية، وبالتالي كان بعد سوريا عن الجامعة العربية أعتقد أنه هو كان وضع استثنائي وغير طبيعي، وبالتالي نحن في سبيل العودة للمسار الطبيعي. ويمكن مصر تحديدا لم تكن منقطعة في أي وقت من الأوقات مع النظام السوري، كان هناك دائما نقاط اتصال وقنوات للتواصل والتشاور، لأن مصر تدعم فكرة سيادة واستقرار الدول العربية، تدعم دائما فكرة المؤسسات والجيوش الوطنية، وبالتالي دي كانت المقاربة المصرية فيما يتعلق بنظرتها للداخل السوري، وأيضا مقاومة الجماعات الإرهابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض أي وجود لقوات أجنبية، ده حكم سياسة مصر الخارجية في سوريا وفي ليبيا واليمن وغيرها من الدول. مصر ليست لديها سياسة خارجية تدخلية أو تحكم سياستها وفقا لنظرة استقطابية ضيقة، ولكن هي تنظر للمصلحة القومية العربية والمصلحة المصرية، وبالتالي مصر كانت دائما تدعم عودة سوريا للجامعة العربية، لكن هذه العودة ليست لا نسميها اشتراطات ولكن وفقا لضوابط. هذه الضوابط هي ما يجب أن تصب في مصلحة الشعب السوري. يعني من المهم بمكان هناك أسئلة يجب الإجابة عنها، ما طبيعة علاقة النظام السوري بالميليشيات الإيرانية والنفوذ السوري في الداخل، النفوذ الإيراني عفوا في الداخل السوري، أيضا الميليشيات الأجنبية والقوات الأجنبية فاغنر والقوات الروسية والقوات الأمريكية وغيرها، ترتيبات المرحلة الانتقالية ومسألة الترتيبات الخاصة بالمعارضة وطبيعة الأمور الخاصة بالجماعات الإرهابية وغيرها، كل هذه الترتيبات هي مهمة ليست تدخلا، ولكن لابد أن يكون هناك هذه العودة وفقا لترتيبات تضمن استقرار النظام السوري ومؤسسات الدولة السورية وأيضا مصلحة الشعب السوري. ودي يعني وكأن بحضرتك يا دكتور هاني تريد القول أنه النظام السوري هو المعني بشكل كبير جدا إذا أراد عودة حقيقية أن يقوم بالعديد من الخطوات في المرحلة الحالية. نعم، والإجابة على هذه الأسئلة والمخاوف المتعلقة بمصالح الدول العربية لا يمكن أبدا إغفالها، وعودة سوريا لا يجب أبدا أن تكون من منطلق عودة المنتصر، لأنه في النهاية هي مصلحة عربية ويجب أن تكون هناك استيعاب ومقاربة لهذه الأسئلة. نعم، قضية فلسطين واحدة من القضايا الثابتة دائما على القمم العربية بالتأكيد. في ظل الملفات الجديدة التي أثيرت أو الأزمات الجديدة التي حدثت، كيف ترى تعاطي أيضا القادة العرب مع هذا الملف، خاصة أنه من المفارقات بينما يجتمع الرؤساء العرب في قمتهم إسرائيل تصعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، هل ترى هذه رسائل متعمدة من قبل سلطات الاحتلال أم كيف ترى هذا الملف أيضا؟ يعني زي ما قلت حضرتك وتفضلت، القضية الفلسطينية حاضرة دائما على الأجندة العربية وفي قمة أولوياتها، وتحديدا الدولة المصرية، لأن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية على اعتبارها أمن قومي وأنها أولوية ليس فيما يتعلق بالمصلحة المصلحة المصرية والترتيبات الأمنية، لكن بقدر ما هو مسؤولية تاريخية وميراث
دبلوماسي وسياسي مصر في واجبها ناحية القضية الفلسطينية ليس تفضل، ويمكن زي ما قلت وقلت عبر قنوات مختلفة أن دائما ما يكون هناك مبادرات للتهدئة أو هناك أدوار فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكلها أدوار محترمة وذات وزن، لكن في النهاية القدرة على الفعل والتأثير والإنجاز تأتي دائما من الدولة المصرية لأنها تملك أدوات وخيوط ومسافات منفتحة مع الأطراف المختلفة، ويمكن هي لا تستغل القضية الفلسطينية، تنطلق من مبادرات وفكرة الحل والسلام، وأعتقد أن هي دي كلها مقاربات ليس مثل دول أخرى تسوق القضية لأهداف أخرى أو تستغلها لتحقيق مقاربات عاطفية وجدانية، لكن في النهاية الموقف المصري واضح. يمكن القضية في فترة من الفترات ما بعد 2011 كان هناك بعض التطورات، ربما حصل تغير في سلم الأولويات نظرا لتهديد الإرهاب أو التهديد الإيراني، تراجعت الاهتمام بشكل معين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن دائما وأبدا كانت مصر تقدم الدعم وغيرها من الدول العربية بالفعل، لكن أتحدث عن مصر تحديدا لأنها دائما صاحبة المقاربة الدبلوماسية، ليس فقط دعم اقتصادي أو مادي، لكن هي دائما قادرة على التهدئة ووقف إطلاق النار وتقديم مبادرات وتقديم الحلول والقدرة على فرض هذه الحلول والإقناع بين الأطراف المختلفة. أنا شايف أن إسرائيل تصعد نظرا لقرب القمة العربية، تحاول الضغط أكثر فيما يتعلق بإبعاد الدول العربية ومصر تحديدا عن أي فرص للحل، وخاصة مع الحكومة اليمنية المتشددة والتصرفات غير المسؤولة من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير أو التصرفات نتنياهو، وحتى المعارضة في الحكومات السابقة يائير لابيد أو نفتالي بنت هم دعموا العملية الأخيرة، ويمكن مديرة الإعلام النهاردة هتكون تشكل تحدي كبير لفرص السلام والتهدئة. فأنا شايف أن الجامعة العربية ستتناول بالفعل القضية الفلسطينية وهذه التطورات والتصاعدات الأخيرة، وهتكون حاضرة وبقوة على أجندة الجامعة، وأنا شايف أن يمكن لابد من أن يكون هناك تحريك للماء الراكد وأن يكون هناك مقاربة عربية ويمكن تقارب في موقف موحد أكثر تقدما بقيادة مصرية سعودية والعديد من الدول العربية في تقديم دعم وتحريك المواقف المختلفة للنظر للقضية الفلسطينية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها السلبي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات. فاصل قصير وبعده نواصل بقية ملفات هذه الحلقة من النيل مباشر، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مجددا، ونتحول إلى الملف الثاني في هذه الحلقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة الاستثمارية بالصف في محافظة الجيزة، فضلا عن استغلال مكوناتها على النحو الأمثل، وذلك بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجعا للجذب السياحي. جاء ذلك خلال جولة لدكتور مدبولي اليوم في عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف. يهدف مشروع التنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية إلى الاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية خاصة في قرى كرداسة والحرانية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتعرف عليها من ضيفنا الكريم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء المصري. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا وسهلا فندم. هذه الجولة وما ذهبت إليه الحكومة المصرية من ضرورة الاهتمام بهذه المنطقة في محافظة الجيزة، كيف ترى هذا الموضوع، وإذا كان في بعض النقاط المهمة تريد التأكيد عليها؟ نعم، أولا طبعا هي جولة رئيس الوزراء بتأتي في إطار حرص رئيس الوزراء وبتكلفات من الرئيس الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة على أرض الواقع وميدانيا للمشروعات التنموية والاستثمارية اللي بيتم تنفيذها في مختلف المحافظات. رئيس الوزراء بيحرص على أن هو تكون ليه جولة تفقدية أسبوعيا أو كل أسبوعين على الأكثر في محافظة من المحافظات للاطلاع على المشروعات الاستثمارية والتنموية. النهاردة رئيس الوزراء في الجيزة وتحديدا في الصف تفقد المنطقة الاستثمارية اللي بيتم إنشائها في منطقة في مدينة الصف. المنطقة بتقام على 40 فدان بتضم حوالي 333 وحدة استثمارية أو صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار جنيه، بتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل
والحقيقة رئيس الوزراء كما حضرتك أشرت في الخبر أكد على أهمية الاستفادة بالأصول الموجودة في المنطقة الاستثمارية وفي المناطق الاستثمارية بشكل عام. المشروع بيستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب تضم أنشطة سياحية، أنشطة خدمية، حرفية، تجارية، وهي تعد الأولى من نوعها في محافظة الجيزة للمساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص العمل في التجمعات السكنية المحيطة مع الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة وتشغيل المنطقة وصيانتها. بعد تفقده لهذه المنطقة الاستثمارية، رئيس الوزراء تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الوادي بمركز الصفر في الجيزة، وأكد أن في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت. والتقى رئيس الوزراء بالأهالي في القرية واستمع إليهم وإلى يعني مقترحاتهم. أيضا كان في عرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات حياة كريمة في الجيزة اللي بتشهد 322 مشروع ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة في قطاعات كثيرة منها الطرق، الصحة، الكهرباء، الزراعة وغيرها. وأشار إلى أن المشروعات بيتم تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد وفق أيضا لمعدلات الجودة المطلوبة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء المصري. مرة أخرى نخرج إلى فاصل وتبقى معنا الملف الأخير في هذه الحلقة. إلى آخر ملفات هذه الحلقة من النيل مباشر، فقد انطلقت أولى جلسات لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع المصري. يناقش المحور المجتمعي على مدار جلستين قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما تناقش لجنة الثقافة على مدار جلستين بالتوازي قضية الهوية الوطنية. لجنة الأسرة وتماسك المجتمعي واحدة من اللجان المهمة جدا في هذا الحوار المجتمعي، وأهميتها تأتي انطلاقا من أهمية القضايا المدرجة أو المعنية بمناقشتها، لأن الأسرة يقينا هي اللبنة الأولى في أي مجتمع، تماسكها يقينا يدعم تماسك المجتمع ككل. نعود في هذه التغطية إلى زميل أحمد سعد المتواجد في الحوار الوطني متابعا لجلساته. أرحب بك مجددا يا أحمد، ويعني على امتداد متابعتنا معك وخدماتنا الإخبارية السابقة نحاول جاهدين أن نضع مشاهدينا الكرام في تفاصيل ما يجري عندك في جلسات الحوار الوطني، ولعلنا نركز حول ما يجري مناقشته فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأسرة والتماسك المجتمعي. ما أبرز ما لديك من خلال متابعتك لهذه النقاشات؟ تحية لك أحمد وتحية للمشاهدين الكرام. نحو مسار جديد لإعلاء قيم الشراكة المجتمعية في بناء مستقبل ومصير هذا الوطن، وكذلك تصحيح ركائز ودعائم الإصلاح السياسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي والتنموي. يباشر الحوار الوطني اليوم فعالياته بجلساته المختلفة، أربع جلسات ليناقش وينطلق المحور المجتمعي بقضايا المختلفة. أهم هذه القضايا كما ذكرت هي قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، الذي ناقش قضية الولاية والوصاية على المال للقُصّر وذوي القوامة. ويعني هناك إجماع على أهمية تغيير المادة رقم 1 من القانون رقم 119 لقانون 1952 لتغيير الوصاية على المال من الجد إلى الأم، لتنتقل بعد الأب مباشرة إلى الأم، لأن الأم هي بالطبع هي الأقرب للأبناء. وأيضا
هناك بعض المقترحات والتوصيات لإنشاء صناديق استثمارية لذوي القوامة وكذلك القصر، وأيضا هناك مقترح بتسهيل وتبسيط الإجراءات في يعني صرف مستحقات القصر وذوي القوامة وتقصير الفترة الزمنية في عملية صرف المستحقات النقدية من محاكم الأسرة وتبسيط وتيسير هذه الأمور. للتعرف على كل هذه النقاط المسة التي تمس العديد من طوائف المجتمع، معنا مشرفنا الأستاذ بهاء الصلحي الصحفي والناقد الأدبي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نتعرف من حضرتك من خلال متابعتك المتابعة للجلسات المختلفة والآراء والأفكار، أبرز الأفكار التي يمكن من خلالها أن ننتقل للمسار الصحيح صوب المحور المجتمعي في قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي. ما لا شك في أن الأسرة المصرية منذ قديم الأزل هي الوحدة والبنية الأساسية في بناء هذا المجتمع المصري. البنية الأساسية لابد أن تدار على أسس صحيحة وفق الاجتهاد في الشرع والإصلاح القانوني، حيث صدر القانون 119 1952 بظهير اجتماعي مختلف وبأوضاع اجتماعية كانت المرأة تحتل فيها مكانة متدنية بحكم خروج المجتمع المصري من مرحلة الإقطاع إلى مرحلة بناء الطبقة الوسطى مع إجراءات 1952 والإصلاح الاقتصادي. المطالبة الآن بالإصلاح قانون 119 ل 1952 أو وضع قانون موحد للأحوال الشخصية عملا باستقرار بنية الأسرة، حيث أن التعريف الاجتماعي لبنية الأسرة هي زوج وزوجة وبينهما أبناء يستقيان مجموعة من القيم الأخلاقية التي يمارسها الزوج والزوجة. وبالتالي فكرة الوصاية أن تنتقل من الأب إلى الجد، الجد بطبيعة الحال خارج عن سياق بناء الأسرة النواة وينتمي إلى جيل قديم، وبالتالي سيكسر حدة القيم ونمط القيم التي تربى عليها الأطفال من خلال بنية الأسرة وتركيبتها الخاصة من خلال التوافق الإنساني ما بين الزوج والزوجة. الإصلاح القانوني واجب لأن المرأة المصرية 1952 لم تعد هي المرأة الوزير والمرأة القاضي والمرأة التي تتمتع بالولاية، لأن هذا القانون صيغة على المذهب الحنفي وهو نوع من التبعية المذهبية للدولة العثمانية وقت ذلك، لأن المذهب إذن هناك في تغيرات في متطلبات العصر الحالي، حيث أن المرأة في القدم تختلف عن المرأة الآن، ولكن هناك بعض الخلط ما بين الولاية والوصاية، وأيضا الوصاية تنتقل مباشرة من المرأة من الأب بعدها إلى الأم، وهذا بخلاف الولاية. تمام. الغرض الرئيسي توحيد جهة الإشراف على التراتب القيمي للأبناء. إذا افترضنا أن الولاية مع أحد والوصاية مع أحد تزدوج المعايير مع ازدواج المرجعيات الخاصة بكل من يملك جهة من هذه الجهات. الغرض الرئيسي في الإصلاح القانوني هو استمرار بنية القيم الموروثة لدى الأطفال، خاصة وأن العالم تغير. طفلنا الآن غير طفلنا 1952. مجموعة القيم الأطفال على حسب تقرير التعليم الذي أصدره اليونسكو 2019 أن مساحة الخريطة المعرفية للطفل في العالم قد قلصت التقسيمات المدرسية الخاصة بعلم نفس النمو، وبالتالي أصبح الطفل في سن الرابعة يفكر بطريقة، في المرحلة الحالية يفكر بطريقة الطفل في سن السادسة عشر منذ 20 عاما مضت. أخيرا يا فندم، يعني عايز أتعرف من حضرتك عن تقصير مدة أو تبسيط الإجراءات للأمهات في صرف مستحقاتهن للصرف على أبنائهن خلال فترة الوصاية والولاية. أيضا لابد من جمع الولاية والوصاية في يد الأم. لماذا؟ لأننا استأمننا الأم على توريد القيم للأجيال، فكيف لا نستأمنها على قليل من الدراهم؟
والقيم أشد تأثيرا وأشد فائدة وإمضاء عبر مسيرة العقلية للطفل. معاناة كبيرة في محاكم الأسرة أيضا في صرف المستحقات المالية. نعاني للأسف يا سيدنا من ردة سلفية لا تعيد للمرأة فكرة الولاية وتنكر على المرأة فكرة الولاية، خاصة وأننا لم نستعر فقه القرآن أن بلقيس كانت امرأة وكانت حاكمة، وامتدح النص القرآني المرأة المصرية لابد أن تعود لتجمع ما بين الولاية والوصاية، لأننا استأمنا على ديننا من امرأة هي عائشة، ولابد أن نعيد للمرأة المصرية اعتبارها. أستاذ بهاء الصالحي الصحفي والناقد الروائي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. يعني بالفعل يباشر الحوار المجتمعي جلساته المختلفة والتي تضم العديد من اللجان، ضمن هذه اللجان لجنة التعليم والصحة والبحث العلمي وكذلك الزيادة السكانية وغيرها من اللجان المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية ولجنة الثقافة وكذلك اللجنة الخاصة بالأسرة والتماسك المجتمعي التي تستمر فعاليات جلساتها اليوم على مدار أربع جلسات. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سعد، متابعا لفعاليات الحوار الوطني. الشكر موصول دائما وأبدا لحضراتكم. في ختام هذه الحلقة، غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من النيل المباشر. إلى اللقاء.